مما لا شك فيه أن الإعلام يعد وسيلة هامة ومؤثرة في تعزيز القيم ونشرها بين أفراد المجتمع، ولصحيفة الشرق دور بارز وواضح في هذا الصدد. وكلنا نذكر الحملة التي أطلقتها الشرق تحت مسمى الدين النصيحة، والتي تنم عن مدى حرص الشرق على تحقيق المسؤولية الاجتماعية في مكافحة العادات السلبية. واليوم هم معنا رعاة إعلاميون لهذا البرنامج، مبادرين بتقديم الدعم اللامحدود ومساندين لنا لغرس هذه القيم بين أفراد المجتمع. ويشرفنا اليوم الأستاذ جابر الحرمي، فندعوه مشكورا لإلقاء كلمة بهذه المناسبة. الأخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة إذا كانت هناك من كلمة فهي للأخوة القائمين على هذا البرنامج وعلى هذه البادرة الطيبة نحو تعزيز القيم في هذا المجتمع الكريم. الكلمة هي كلمة شكر وتقدير، بدءا للأخوة في جمعية قطر واللجنة التنفيذية للتنمية المحلية التي قامت بهذه البادرة. نحن نعرف مدى أهمية هذه القيم وضرورة تعزيزها، خاصة في هذا الجيل، هذا النشء الذي اليوم تتقادفه العديد من الأمواج والتيارات في ظل هذا الفضاء المفتوح وفي ظل هذه الهجمة الثقافية ربما الوافدة إلينا. لذلك أنا أتصور أن ليست فقط الجهات المعنية بهذه الحملة هذه الجهات التي ذكرها الأخوة أو جمعية قطر، إنما يجب على كل الجهات أن تتكاتف وأن تتعاضد من أجل إنجاح هذه الحملة ومن أجل أن تصل إلى أهدافها وتحقق مرادها والهدف الذي من أجله انطلقت. مسؤولية الأجيال ليست مسؤولية جهة واحدة، وليست هي مسؤولية مؤسسة أو وزارة، هي مسؤولية الجميع، إعلام كانوا أو مؤسسات اجتماعية أو وزارات حكومية. لذلك أتصور أن المهمة كبيرة، ليست فقط انطلاق حملة ثم النشر عنها في وسائل الإعلام. اليوم نحن مطالبون في كل مؤسساتنا أن نقف مع هذه الحملة وأن نسعى جاهدين إلى إنجاحها وإلى تعزيز هذه القيم والمثل والمبادئ التي بدأت بها وانطلقت بها الرسالة المحمدية. لذلك إذا رأينا وتابعنا الأمم في مسيرتها، عندما تتعزز هذه القيم فإنها تصعد وتتبوى المكانة العليا، وعندما تنهار هذه القيم وهذه المبادئ وهذه المثل نراها تتزعزع ونراها تكون في مؤخرة القيم. لذلك مطلوب منا جميعا اليوم وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية، نحن في جريدة الشرق رأينا أنه من الواجب علينا عندما فاتحنا الأخوة أن نقدم لهم كل ما نستطيع من أجل إنجاح هذه الحملة، لأنها مسؤوليتنا نحن كأفراد وكمؤسسة في دار الشرق كما هي مسؤولية الجميع. نحن سعينا أن نقدم للأخوة كل ما يحتاجونه في إنجاح هذه الحملة، وسبق أن قمنا بمبادرات ربما تكون متواضعة، لكن حاولنا أن نخلق شراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة، وهي أيضا مناسبة لتأكيد أننا نفتح أيادينا لكل الجهات الراغبة في خدمة مجتمعنا وفي تقديم كل ما من شأنه الارتقاء، خاصة في القيم والمثل والمبادئ التي انطلق بها هذا المجتمع وتأسس عليها المجتمع والدولة. نحن نعلن دائما أننا مع أي مبادرة تقوم بها أي جهة كانت، ونقدم لها كل ما نستطيع إعلاميا من إنجاحها. أكرر شكري وتقديري للأخوة القائمين على هذه المبادرة، ونؤكد لكم أننا في الشرق نسعى جاهدين أن نكون داعم لكم وناقل أمين للأمانة التي حملنا إياها، ونسأل الله عز وجل أن نوفق في أن نكون إعلام ذا مصداقية وإعلام يقدم الأخلاق قبل أي منفعة أخرى من أجل مصلحة مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ جابر، وهذا مش غريب عليكم في الشرق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم للخير. كما حرصنا في الإعداد والتجهيز للبرنامج على الاستفادة من الخبرات التربوية والأكاديمية والشرعية
فإننا راعينا أن يشرف على هذين البرنامجين أصحاب الخبرة والاختصاص والكفاءات القطرية، حيث يدير مشروع إسنافي الإعلامي والتربوي المعروف الأستاذ عبد الرحمن الحرمي ومجموعة مختارة من الشباب القطري. فليتفضل أخ عبد الرحمن بإلقاء كلمته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الحفل الكريم، حياكم الله وشكر وسعيكم ووجيهكم في هذه الساعة. بداية، إن الغزو الثقافي لا يمتد إلا في فراغنا، والقيم ركائز المجتمع وسياجه الذي يحفظ أمنه ويقيه من الشرور. فإن تأثير القيم أعظم من تأثير القوانين والعقوبات، لأن أثرها يشكل رادعا داخليا. لذا لا غرابة أن نهتم في الإدارة التنفيذية للتنمية المحلية في قطر الخيرية بالمشاريع التربوية القيمية في إطار سعينا للارتقاء بشريحة الناشئة والشباب في مجتمعنا القطري، ونضعها في صدارة أولوياتنا من خلال حمل تعزيز القيم التي أطلقناها في مطلع العام الجاري، وتدشيننا اليوم لأولى برامجها ألا وهو أنا إسنافي. فإن إسنافي كلمة عربية أصيلة، وفي ذات الوقت هي مفردة في تراثنا القطري تتحقق فيها معاني الرجولة والمروءة والشخصية الناضجة، وعادة ما تطلق للمديح والثناء على الشاب الذي يكون محل الثقة والاعتماد عليه، كما نرجو من كل شبابنا القطري الصاعد. وعلى مستوى المضمون، فإن البرنامج يسهم في تطوير سلوك الطلاب من خلال توجيه اهتماماتهم نحو عدد من القيم المختارة في كل فصل دراسي، ويتم معالجة ذلك بإشراف الطلبة في مجالات تنافس جاذبة ومؤثرة تلتصق بواقعهم اليومي وتضمن لهم الممارسة العملية للقيم بمساحة من الحرية تحقق الابتكار والإبداع والتنوع في هذه المجالات، وهي العروض المسرحية والمعارض الفنية والدراما الإذاعية وأفلام اليوتيوب القصيرة. أما الشراكات فقد حظي البرنامج برعاية من وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتم التشارك في تنفيذه مع المجلس الأعلى للتعليم والمدارس المستقلة، ليقينا بأن البيئة المدرسية هي التربة الخصبة لغرس القيم. الباب مفتوح اعتبارا من الآن للمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية للتنافس في هذا البرنامج الذي خصت له جوائز قيمة موزعة على المدارس والطلاب، ووضعت له معايير دقيقة لتقييم أعماله على يد نخبة من المختصين والمحكمين، وأعد له دليل يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بمضمونه والمشاركة فيه والتواصل بشأنه. والعلم، فإننا سنخصص الجولة التنافسية القادمة للبرنامج خلال الفصل الثاني لكل من قيمتي المسؤولية والإيجابية، لأهميتهما في الالتزام بالجوانب الشرعية والأخلاقية في الأعمال التي ينفذها الإنسان، وتشجيعا على السعي للتغيير نحو الأفضل، وتقديم مبادرات هادفة في هذا الشأن تعود بالخير والنفع على مجتمعنا القطري وأمتنا العربية والإسلامية. نسأل الله أن يكتب بهذا البرنامج القبول الحسن، وأن ينفع به، وأن يعيننا على أداء واجبنا تجاهه على أكمل وجه. إنه خير موفق وأكرم معين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.